ايه ده؟ يا روحيه انت وعمايلك السودا فيها بيت؟ وانت الجامعه اللي كنت بتروحيها مع اللي بتكش الاصول مفيش باب تخبطي عليها روح امك؟ قومي فزي على حالك. فزت روحك من بدنك يا قليله الادب. ايه بس يا مارينا مالك؟ مراتك الحلوه كانت عايزه تقطع خلفي وانت في ميه البطيخ ولا داري. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ يا بنت اللي انت بتقوليه ده؟ كلام فارغ وحصل بس ربنا ستر. بقول لك ايه يا وليه؟ انت لو بتهري وتنكشي كده في نفسك عشان الراجل قاعد جنبي اهو يا اختي عندك خديه اشبعي بيه. طب ورحمه امك لا تشرفي جنبها في تربتها الليله دي. في ايه مالك يا مارينا؟ بالراحه شويه عشان البيبي. بقول لك كانت عايزه تقطع خلفي، كانت عايزه تشيل الرحم. ايه الرحم؟ مفيش رحم ولا ايه؟ حرام عليكي، معقول اللي حصل ده؟ حنيف ايه ده؟ صوت معاهد ابوك عايز يقتل لك. تعالى تعالى وانت تعرف، تعالى شوف المصايب اللي جابتها لنا روحيه. تعالى يا اخويا عشان تعرف، تعالى شوف المصايب تحدف علينا. ايه ده؟ خير؟ جايب النرس معاك ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ عشان تقول لك على اللي روحيه كانت عايزه تعمله على حميد بايه؟ كذاب كذاب في اصل وشه. كذاب ايه؟ يا ست اللي انت اتكلمت وقالت حاجه عشان تقولي كدابه؟ ما هو اللي اكيد متفق معاها عشان يفتروا عليا. كلمي يا بنت الناس، ايه اللي حصل؟ وانت عارفه لو غلطت او كذبت كذبه واحده بس، انت عارفه انا عامل فيك ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما تنطقي يا بنت انت. الست روحيه كلمتني انا والدكتور علشان نشيل لها الرحم بس لقيناها حاجه. الكلام ده غلط. اغمي راسي. خلاص يا روحي تعالي هنا يا بنت الناس. روحيه الكلام اللي قالته البنت دي مظبوط ولا مش مظبوط؟ اتكلمي.